والاستعداد مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات على بركه الله لتنافس الافراس على مسافه ال 1400 متر. افراس الانتاج عمر 3 سنوات فاكثر التي فازت من سباق الى 3 سباقات، قيمه الجائزه 66,000 ريال. والصداره للمترفه في هذا الشوط الرغامه في المركز الثاني. مياره تاتي الى المرتبه الثالثه في هذه الاثناء في شوط افراس الانتاج عمر 3 سنوات فاكثر، والمترفه تقود الافراس والرغامه في المركز الثاني، ومحاولات للاتيان ايضا من قبل خبيره الان للمرتبه الثالثه. خبيره تاتي مع الرغامه من الخارج الان التي تسعى للصداره الان مع المترفه التي تتاخر الان بدخول الرغامه من الخارج الان. الرغامه المترفه وتحافظ المترفه على صدارتها بنصف رقبه الان عن الرغامه صاحبه المركز الثاني، وخبيره تسعى في المرتبه الثالثه الان، وايضا محاولات مياره وكذلك عطيهم التي تحاول للوصول الى مركز متقدم في هذه الاثناء. المترفة تحافظ على الصدارة، والمحاولات من قبل الرغامة للوصول للمترفة المسيطرة عطيهم تحاول التقدم، والمحاولات للتقدم الان. الرغامة في المركز الاول وعطيهم تأتي من الخارج الان لانتزاع الصدارة مع دخيل الله الحمالي. الف مبروك. إذن عطيهم ابنة عطي يلا تحقق المركز الأول بدخول قوي.